سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صورة قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع وسام فرنسي، وهو وسام جوكرة الشرف خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة رسمية ناجحة إلى باريس، أجرى فيها لقاءات مهمة ركزت على سبل تدعيم العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية.